تقول، هل احنا في انتظار حلول ممكن تيجي تطوره؟ اصل حضرتك بتتكلم، احنا لو طورنا المنافسه احنا هنروح فين؟ احنا فعلا من الطبيعي ساعتها ان احنا نكون ضمن التوب 5 بقى عادي، اذا كان كده واحنا ضمن مربع التوب 10. مرتاح، وان شاء الله انا متوقع لمنتخب مصر ان هنا في بطوله العالم ان شاء الله في 2021 انت تخش مربع ان شاء الله يعني. بس طبعا المنافسه لازم تبقى اقوى من كده، المنافسه فعلا مش قويه. ماتش اهلي وزمالك كل الناس من اول الدوري ما يبدا لحد ما يخلص مستنيين ماتش اهلي وزمالك. طب وده موجود فين ده؟ طيب الحل ايه؟ هو الفلوس لما زادت قوي الدنيا باظت ولا ايه؟ لا القصه كلها ان الانديه الثانيه، سيبك من الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك ماشي كل الهاندبول هيبقى على كل الانديه، ولكن الاهلي والزمالك بيعرف يتصرف انه عنده سبونسر مداخل ثانيه. منين؟ من الكوره. يعني الكوره بتيجي بيصرف منها، بيعرف هو بقى يهندل قصته انه يصرف من الفلوس اللي بتيجي المفروض للكوره بس. بيصرف منها على الهاندبول باسكت والفولي. الانديه الثانيه ما عندهاش، يعني سبورتنج مثلا عندها فرقه كوره؟ لا طبعا. سموحه عندها فرقه كوره بس بيخش لها كام؟ حتى السبونسر بتاع الكوره بيخش له كام؟ وخلي بالك سموحه مثلا عندها فرقه هاندبول المفروض قويه، عندها فولي كويسه وباسكت كويس، فهو مطالب يصرف على كل دول. في اوقات كتير سموحه بتيجي مثلا بتعطل ما بتعرفش تدفع. سبورتنج نفس الكلام، الطيران مدرسه عريقه جدا في الهاندبول بتيجي بتقف ما بتقدرش. هليوبلي زي ما بقول لحضرتك عمال يطلع في نجوم ومش قادر يحافظ عليهم. النهارده هليوبلس، انا كنت لسه بتكلم حتى مع احمد الاحمر ورامي يوسف، لو هليوبلس حافظ على النجوم اللي طلعت من عنده لحد النهارده عادي جدا هو اقوى من الاهلي ومن الزمالك.